انا مخلوق في الحاكم ومربيني الحاكم والدوله فوق راس الناس الكل. اعطيني زيت الحاكم ما نخمم مع الدوله وين ماشيه. من بعد هذا الكل وين ماشي تونس ريتي حتى عمره 14 او بشحر حتى ما يعرف ايش فكره الحرقه راهو بشحر. الدولة عندها كل شيء، عندها الزيت والسكر والمخزونات اللي هي اللي شدتها الدولة. هي هو كيش كل الرئيس ليه بالمواطنين هكا ولا تو فما راهو السكر وفما الزيت واحد. اما باش تاخذي انت مثلا كيلو سكر يلزمك تخلصي 30,000 40,000 في العطار باش تاخذي منه ومنه 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 باش يعطيك باكو حليب باش يعطيك كيلو سكر باش يعطيك فهمتني باكو تاي. هذوما كلهم موجودين. واي عطار يمشي له وانت ما تبدي ما تعرفيهوش جديد تقول له ناخو ما عندك سكر باش يغزل لك هكايا اول مره تاخذ عليه باش يقول لك لا. واللي يتعامل معاهم هكا الجيران واحد يعطوه علاش على خاطر هما عندهم فهمتني باش ياخذ ما عنده ب 30,000 هذاك. شكون اللي ضر فيها لهنا؟ ضر فيها الزوال اللي ما عندوش عنده كان 10,000 باش يمشي ياخذ بها فهمتني تاع قوت صغار واحد باش ياخذ باكو حليب اقل حاجه خبزين واحد باش يضر فيها الزوال. يعني ريت تبقى الوسطانيه اللي كانت عايشه فيها العباد اللي هي اللي كانت يعني كما نقولوا حتى الغني يحن على الزوالي والزوالي يحن على الزوالي. تو ما عادش الزوالي يحن على الزوالي على خاطر ما عادش فما حد شيء. يا اخي الدوله انت تجي تقول له فهمتني ما تخليهوش يخدم وما توفرلوش اموره في الادارات وما عادش شنو وزيد تنحي له قوته في كرشه يعني تنحي له المواد الغذائيه اللي هي شنو السكر. السكر باش يطيبوا بيه حليب للصغار. يعني انت تو انت ككبيره تنجمي تستغنى عليه السكر والحليب والحاجات هذيك ما على خاطر الكبير. اما الصغير كيفاش تستغنى عليه الحليب؟ ما نجمش تستغنى عليه. عندك صغيرات؟ ان شاء الله والله ربي كريم في ثنين. تخمم اليوم على صغارك؟ والله شو نقول لك الصغار ليهم ربي خاطر اللي خالقه ربي عنده رزقه في السماء مقيدوا له ربي يعني ما اما نخمم على الدوله وين ماشيه. من بعد هذا الكل وين ماشي يعني. شنو نسالك سؤال؟ انت اليوم متفائل والا متشائم؟ والله بالوضع اغزوني باش نبدو واضحين نحن اللي خلق ما يضيع يلزمنا نتفائلوا خاطر اللي خلق خاطر رزقنا عند ربي سبحانه. اما كي تشوف انت هكايا اللي يصعبوا علينا العيشه ويصعبوا علينا الخدمه ويصعبوا علينا انت تو تحكي على الماكله على مواد غذائيه شر العباد بطاله راه شر العباد ما عنديش يعني حتى باش تمشي تعمل كاسكروت. صدقيني يجي يشوف العباد كيفاش مهمشه وكيفاش يعني تبات البر حاشا العباد يعني نحكوا على الانتوراج اللي قاعدين نعيشوا فيه ما فما حد شيء ياجي فما حد شيء يسجع. الشباب يحلم بالحرقه اليوم. الوضع نتاع البلاد اليوم يبرر رغبه الشباب والكبار والصغار مش حتى شباب في الحرقه ولا؟ والله هو يلزمه لو يحرق منها البلاد على خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم كتب على الهجره. الهجره اللي هي الحرقه تخرج يعني ريتك تخرجي وتموتي في البحر. ما قالش ودوا نفسكم للتهلكه فهميني عشان شفت شنو وصل. نحكوا على الهجره. الهجره اللي هي مربوطه بالحرقه يعني ريتك واحد صحيح حط ساقيه في البحر ومشي هذيك تسمى هجره ما تسماش حرقه فهمتني. والهجره هذيك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كما نقولوا يعني من رحمه ربي فما اللي يمنع وفما اللي ينجى. وراي تونس ريتي حتى عمره 14 او بشحر حتى ما يعرف ليش فكره الحرقه راهو باش يحرق على خاطر هو تو كان يجي واحد يمشي ينطر تليفون ينحي غاديك ويمشي يبيعوا التليفون باش يمشي ياكل بيه كاسكروت ياخذ بيه سيرفاتمون وياخذ بيه سبادري علاش باش ما يحسش بالنقص بحذا اصحابه وبحذا العباد. وين الدوله ذي تلهي بها هو للدوله؟ نحكوا على الدوله نحكوا على الدوله اللي يلزمها الدوله فوق رؤوس الناس الكل. يعني يلزمها الدوله كي تقول دوله وتقول عندي رئيس وتقول عندي وزير وتقول عندي بالرسمي تقول انا عايش في تونس وتونس بلادي. تونس راه فماش واحد ما يحبش تونس خاطر نحن كنا توانسه. وانت راه في قلبك الرحمه كان تشوفي امراه عريانه وتبدا تو تصب الشاي وتشوفي امراه عريانه كي انت تمشي تنحي حاجه فيس وتلبسيها خاطر في قلبك الرحمه في قلبك الفطره الاسلاميه فما. اما نحن نحكوا على الدوله تو نحكوا السميد والسكر وهذا ما شكون شادهم سامحني انت شادتهم ولا انا شكون شادينهم الدوله؟ المحتكرين اليوم فما دبوات قاعدين يكتشفوا فيهم متاع سكر وزيت ومواد غذائيه. كيفاش يكتشفوا فيهم وهم موجودين من اول الدنيا يعني تو قاعدين يكتشفوا فيهم؟ تو قاعدين يخزنوا في المواد هذه. تقول انت قاعدين يذووا عليهم الدبوات على خاطر كما نقولوا اللي كان ياخذ منه الدبو هذاك قطعوه ما عادش ياخذ منه جات العباد الاخرى تستعمل فيهم الدبوات هذاك كما نلقوا على السميد والسكر والفارينه. اختها تونس بركه راه ما فماش راه نمشي انا وياك
تو ناخذوا لواج نبعدوا شويه، شنو تحبي تاخذي ماء سميد مقرونه، شنو تصوري انت في بالك موجودين. اما في تونس قلت لك في تونس وزيد راهو وغزه، ما كل احتراماتي للعطار يعني هما يعملوا فيها هذيا باش العطار مع شيئين وباش يدخل لك 15000 و10000 راهو كي باش يبيع لك باكو حليب باش يدخل بك 30000، باش يبيع لك باكو سكر باش يدخل بك 40000. نحكوا على القاضي، على القاضي انجينيرا غي انت تو دبوس حليب دبوس زيت ب 7800 7500 وقتي راهي دبوزها زيت وبويتر ومتاع قطانية يعني. مانيش نحكوا وينو الزيت، وينو زيت الدولة يا حكومة يا حاكم، وينو وينو زيت الدولة اللي يقولوا زيت الحاكم وينو؟ ما نحب زيت حاكم يعني. يا خويا أنا مخلوق في الحاكم ومربيني الحاكم والدولة فوق 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 راس الناس الكل، أعطيني زيت الحاكم. ما تحكوا على الزيت نحن شنو تو توصل دبوزة تكون ب 1500 وبدينار، وإذا غلطت زيت الحاكم ب 2500 وب 3000 وزيت حاكم. اعطيني خويا زيت الحاكم، انت خويا شد شد الاخر يضربوه ويفكوا له نتاعو ويهنوه ويذلوه ما نعرف شنيا، والله الدوله هذيا ولات مظاهر. وراهو وغزه راهي فما عباد راهي قاعده تخدم بينا وبين ربي، راهو فما ربي راهو فما عباد لا تشوفهم لا انت لا انا، راهو يخدموا مع ربي طول وبضمير خاطر عارفين اللي الدنيا فيها موت. شكرا يعطيك الصحه.